كلمة مع خويا حسون. ليه والله من بعد خلاو الحوار باش يكون مباشرة معاكم. لا مرحبا بالعكس هو يثري معناتها أنا اللي تشرف اللي أنا موجود مع باش يحاولوا يجيبوكم معاهم في التصويت في الجلسة العامة. شنو هو الموقف؟ شوف حزب قلب تونس كان عنده موقف واضح منذ بداية العهدة البرلمانية هذه. نحن حزب وكتلة ننسق مع الجميع. وين ما نلقاو التقاطعات اللي متماشية مع الرؤية نتاعنا اللي هي رؤية واقعية تبحث عن الاستقرار سواء كان في المشهد البرلماني أو الحكومي، تبحث على أنه راهو التوجه نتاعنا ما نجموش نقدمه ببلادنا في الوضع اللي هي موجودة فيه اليوم بالصراعات. صراعات كيف ما اللي ثم الناس أخرين تحب تغذيها طريقة مباشرة وإلا غير مباشرة. فأحنا فاتحين يدينا لكل أنواع التعاملات مع الكتل الأخرى. لكن الحاجة اللي أنا نطمن خويا حسونة ونطمن الناس الأخرين اللي هما البارح خرجوا كلام من نوع أنه فما نواب من قلب تونس مش يمضيوا. وهنا ثم حاجة غريبة، معناتها في عوض نقولوا أنه تم الضغط على بعض النواب باش يمضيوا، قاعدين نقولوا أنه تم الضغط على بعض النواب من قلب تونس باش يتراجعوا عن الإمضاء. هو العكس هو صحيح. وأنت خويا وائل البارح على أمواج الإذاعة نتاعك كنت تؤكد أنه فما خمسة نواب أمضى. لا خالد الكريشي لا 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 سي جوهر سي جوهر لا لا كيف نخليوك واضح من خالد من فضل لا مش من وائل توكيل من زميلنا ومش من اي اف ام يا عايشك لا من زميلنا النائب ما نكملوا كان من وضح هاني انا قلت هاني انا قلت شو تقول وتكذب روحك خلي لا 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 خدمتنا هذه لا يا سي لا يا سي جوهر من فضلك لا نصلحوا المعلومه. البارح سي خالد الكريشي مع نص نهار ودرجين دخل معنا في 90 دقيقه واكد انه المشاورات الحاصله قبل الايداع بساعه انه المشاورات الحاصله فيها خمسه من قلب تونس باش يمضيوا، وقال انه بلعبه الدوسيات اللي عاده ينسبوها لكم مش لي اينا راوسي جوا انه تراجعوا في الاخر من بعد هذا اللي تحصلنا عليه من تاكيد. سي خالد الكريشي نائب عن الكتله الديمقراطيه من فضلك مش نحن كصحفيين هذا ما يمنعش خويا وائل اللي فضل. احنا في قلب تونس تمنينا لو كان تتصل بينا مباشره تتصل بقلب تونس وتنجم كنت تاخذ المعلومه الصحيحه. وعلى كل ما تجاوبوش ليه الحقيقه سي جوهر ما تجاوبوش حزب قلب تونس هنقولوا الحقيقه حزب قلب تونس اذا كان صوت في أي اتجاه فهو سيصوت بكتلته كاملة. ما فما في حتى قرار بإذن الله مش تشوفوا حزب ولا كتلة قلب تونس منقسم، وخاصة في المسائل السياسية الكبيرة اللي تهم البلاد بدرجة أولى. رانا ماناش نحكيو على أي موضوع. كيفاش تصدقوا أنتم بعد أقل من عام من انتخابكم تقسمتوا لزوز كتل وليتوا 27 وفما 11 نتاع سي حاتم المليكي. شنو هي المشكله؟ ما تقولنا مستحيل يصير انتهاء صار ولد البلد. لا لا ثم فرق ما بين التصويت وما بين الانقسامات ومثالش وخيالنا اللي كانوا معنا في قلب تونس وخرجوا وكونوا اليوم الكتله الوطنيه منقسمين زاد وقت اللي هو البارح ثم ثلاثه كهو منهم امضاوا العريضه نتاع سحب الثقه من الغنوشي منقسمين وقت اللي واحد فيهم امضى على عريضه سحب الثقه من حزب من الحكومه هاو فما زاد شكون فيهم امضى على سحب الثقه من الحكومه. موقفكم اليوم من لائحه سحب الثقه لو مرت الانظار وعلى انظار الجلسه العامه لائحه عندكم لوم على اداره وتسيير السيد راشد الغنوشي لاعمال البرلمان. شوف سيت ان كونستا قاعدين يقوموا به الناس الكليك هو انه اليوم ثم مشهد برلماني غير مشرف. التوانسه ما يراوش ارواحهم فيه. المواطن ما يراش مصلحته فيه.